بدأ مسؤول الإسماعيلي التحرك الجاد لمتابعة اللاعبين الأجانب الذين تقدموا بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وحصل البعض منهم مثل الأرجنتيني ديجو فرناندو والبوليفي كارميلو الجراناز على أحكام أولية بالتعويضات المالية وآخرين ينتظروا مثل هذه الأحكام للفصل في صالحهم. وكان اللواء أبو بكر الحديدي رئيس اللجنة المؤقتة الإسماعيلي ونائبه محمد شيحة وباقي الأعضاء تواصلوا مع إدارة الشؤون القانونية بالنادي للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بشكوى المحترفين السابقين لدى فيفا وأخبروهم أن نصر عزام محامي النادي تقدم بطعن لها على حكم صادر أحقية استلام الثنائي فرناندو وكارميلو الحصول على كامل عقديهما فضلا عن الغرامات المقررة ويبلغ إجماليهما 2 مليون و450 ألف دولار وقد تم الطعن عليها سداد ألفي فرنك للطعن واستكملت إدارة الشؤون القانونية بالإسماعيلي عرضها على المسؤولين بالنادي آخر التطورات للأجانب الآخرين الإفواري جام موريل والتونسي نور الزمان الزاموري والجزائري محمد بن خماسة والفلسطيني خالد النبريسي الذي يتداول الاتحاد الدولي للعبه حاليا شكواهم للمطالبه بمستحقاتهم المتاخره ويجرى الرد عليها بعد ان لجأ غالبيتهم لفسخ تعاقدهم من طرف واحد ولم تتوقف مطالب اللاعبين الاجانب السابقين في الصفوف الاسماعيلي عند هذا الحد في دهاليز الاتحاد الدولي لكره القدم. وانما قدم اليهم المدرب الاسباني الاسبق خوان كارلوس جاريدو شكوى ضد النادي تفيد تهرب مجلس يحي الكومي المستقيل منحه ستين الف دولار راتب شهرين عند اقصائه من منصبه ويتم حاليا الرد على مطالبه وفي سياق مختلف رحلت اللجنة الموقتة الإسماعيلي عقوبة خصم عشرة في من عقود اللاعبين بسبب تمردهم الاخير عندما رفضوا اداء احدى التدريبات اليوميه التي سبقت لقاء فريقهم الرسمي امام فاركو بالدور الممتاز لنهايه الموسم خشيه حدوث الصدام معهم خلال الوقت الراهن